صحيفة الاندبندنت بتقول ان لقطة ان ميسي يلبس العباية دي اسوأ لقطة في كرة القدم. ليه؟ لان عندهم عقدة اسمها عقدة الرجل الابيض، ان الرجل الابيض عليه واجب ولو هو ان هو يعلم العرب ويعلم الافارقة ويعلم الاسيويين ما هو الحضارة، فهم شايفين ان دي حاجة وحشة، هو المفروض احنا اللي نمشي وراهم، ان احنا مفروض كان كل العرب والقطريين والسعوديين كلهم يستقبلوهم هم لابسين بدل، تمام. هما شايفين ان لازم كان كل الناس بدل ما يلبس عبايات يلبسوا فساتين، هما شايفين ان هم اللي صح، هما شايفين ان الخمور هي اللي صح، الاحتفال لازم يكون بالخمور، شايفين ان فكرة الشذوذ ونشرها هي اللي صح، هو ده الطبيعي. فان انت تجبرهم ان هم يحترموا الحاجة بتاعتك، يعني انا لو رحت مثلا الهند وهم بيعودوا البقر هقول لهم انا عايز بقر واقعد اكلها، شيء مقزز. يعني شفت انا واحد مستضيف واحدة من اللي بتاعت النبات وحيوان ما ينفعش ان احنا نقتله والحاجات دي كلها رغم المخالفة معاها يعني، لكن هو اصر ان هو يجيب بقى لحمة وياكلها قدامها ويستفزها في نهاية المقابلة طبعا، وده غير لائق، يعني المفروض تحترم اراء الاخرين. احنا عندنا هو مثلا معانا في الشغل واحد هندوسي، فلما بنيجي نطلب حاجة ما يعني ذوقيا من غير ما هو يقول وهو ضيف عندنا مثلا او شغال معانا زملاء، خلاص بنطلب فراخ بنطلب سمك بنطلب اي حاجة غير اللحوم، عايز تاكل لحمة نفسك كفاك على اللحمة خلاص روح انت مطعم من غير ما تجيبه المكان او من غير ما يكون هو خارج معانا، بنراعي شعوره، فانت لازم تراعي شعورنا لما تيجي في بلادنا، ما تحاولش تفرض الاراء. وبعدين دي حاجة تكريم، يعني لما تروح مثلا الهند ولا تروح بريطانيا ولا تروح امريكا يقولك التكريم بتاعنا حاجة معينة، خلاص انا بحترمها تمام، ما دام الحاجه دي مش مخالفه للعقيده بتاعتي. يعني هو مثلا لو اداني ازازه ميه خلاص باخدها، لو هو خمره خلاص.